اهلا اهلا عم جرجس حبيبي، عامل ايه؟ ايه الدنيا؟ انا جيت لنا النهارده ونورتنا النهارده. انا عامل سندوتش الجمبري ده 20 جنيه. ده 20 جنيه ده 20، انت جيت لي النهارده بس سندوتش، خد بالك مليان جمبري. سندوتش جمبري ازاي دوت ب 20 جنيه؟ هو بكره ان شاء الله سندوتش الجمبري ده عامل 20 جنيه. يا نهار ابيض يا جدعان. يعني عشان خاطر الراجل ده حبيبي، ويعني ولازم اعمل اي عرض ليه. بص كده ما شاء الله دوت ب 20 جنيه لكل اللي يجي من طرفي. حاجه عايز اقول لك، الراجل ده حبيبي، فلازم احتفل اعمل بيه اي حاجه. بيليا نمبر 1، لايك اكيد حبيبي. عايزك بقى تاخد نفس عميق كده اهو، وتوسع لبابا المجال وعم الصنعه في مصر اسماك بيليا من على قديم يا جدعان. فعايزك تعمل لايك كده لو بتحب السمك وبتحب السيفود. انت ايه رايك بتتفرج علينا؟ ايه رايك؟ الف جاعت ليه جاعت؟ فهنرفع مع بعض الفولت وهندوق ونجرب اسماك بيليا والطعم عندهم جامد ازاي، علشان السفره اللي قدامكم دي مكونه من حاجات كتير قوي، تيست وطعم وتتبيله بقى لها 60 سنه. والله لحد دلوقتي 60 سنه بتتعمل ازاي؟ 60 سنه بنعملها ازاي؟ دي بتعملوها ازاي؟ محدش يعرف لحد دلوقتي. لا، بعد التتبيله والكلام اللي انا سمعته ده، متحمس جدا اننا نجرب مع بعض اسماك بيليا. فطبعا كده كده لو بتحب السمك طبيعي هلاقي عدد لايكات كتير قوي على الفيديو ده، فيلا بينا كده يا جدعان. طبعا يا جماعه كده النهارده احنا عند اسماك بيليا. منورنا النهارده والله يا عمي حبيبي، ربنا يخليك يا رب، نورتونا. انا بشتغل بوري وبشتغل فيلي وبشتغل بولتي، بشتغل بولتي بحيرة ناصر، بشتغل بولتي مزرعه، بشتغل بحيرة ناصر ده اللي هو حجم ايه عندك يا باشا؟ كده اكبر سمكيه في العالم. بص يعني ده البولتي الرده بتاعنا، البولتي الرده ده البولتي الزيت والليمون حبيبي. والعنوان فين بقى؟ 64 شارع السيده عائشه جنب اسم الخليفه على طول. احنا ما نتوهش، عايزك بقى لسه هنخش كده ونشوف هم شغالين والعظمه كلها. حبيبي انت مش جيت لي النهارده؟ لازم يبقى فيه قلق. الله يخليك، لازم يبقى فيه قلق. قلب انا اللي ياكل بقى، لازم يبقى فيه قلق. ده طاجن المكرونه بتاعنا يا لهوي. بص طاجن المكرونه عامل ازاي؟ بص طاجن المكرونه يا جو، بص يا عمي، بص يا لهوي، بص يا بلدوزر، يا نهار ابيض. بتر فلاي، الله، جبنه وزبده، دي جبنه وزبده، جبنه وزبده وفلفل اسود. بص 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 بص، نحشي السمك ايه؟ بص كده اهو، ونحط في الارض كده جبنه موتزاريلا برده كده. ها ايوه، والرص كده يطلع الجمبري ده غرقان في الموتزاريلا من فوق وتحت. اعمل ربع جمبري برده عشان جدي، عشان حبيبي. الله عليك. هعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى؟ سيبها عاد هيعجبك. ايوه حبيبي، حبيبي يا غالي. عندك بقى كده يا باشا السفره اللي عند اسماك بيليا. عايز اقول لك بقى ان اسماك بيليا هنا من اقدم الناس اللي بتقدم لك السمك والطعم المختلف اللي من 60 سنه مش هتلاقيه. عندك الجمبري البطل فراي، افتح كده يا باشا الجمبريه المدلعه دي، بسم الله. الجمبريه حجمها جامبو. عندك بقى الصينيه اللي فيها كذا تيست وكذا حاجه. عندك هنا اهو فيها برده قشر بياض فيليه، ده سمك الفيليه يا باشا بشكله الجميل وتتبيلته الرهيبه، بسم الله. عندك الجمبري بابا المجال اهو، ده بقى بص بقى تورتايه، بيقدم لك تورتايه والله. ازقز كابوريا، لو ازقزوني ازقز ايه؟ بص بقى كده مليان جمبري ومليان شوربه، فشكل الجمبري مع الشوربه، شوربه السي فود خطيره خطيره قوي. شايف بقى المكرونه؟ انت كل ما هتقلب هتلاقي جمبري. الله، ايه ده؟ خد بالك انا اول مره تعجبني المكرونه الجمبري كده. عندك بقى طبق الجمبري، خش يا متدلع كده على طبق الجمبري الجامد اهو، بسم الله. حجمه محترم، فاهمني؟ حجم الجمبريه حلو قوي. اسماك بيليا هم اصلا مشهورين بالطعم المتميز. تعالى كده يا باشا اهو، بشويه الجرجير، تمام. خد بالك لقمه الجمبري بشويه الجرجير انت بتدوب. طبعا بقى بالزبده والخلطه بتاعت اسماك بيليا اللي مش هتلاقيها في حته. تعالى بقى كده هندوق وهنجرب، بسم الله. تعالى بقى كده يا باشا، يا نهار ابيض يابا. بص 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 بص، خد بالك بقى انت حلاوه اللقمه دي في الخلطه اللي انت هتجربها هنا اهو. الخلطه ايه؟ طعمه جامد قوي، سمك بولتي فيليه. ايه الجمال ده يا جدعان؟